ومعنا من نجران العقيد المتقاعد إبراهيم المرعي المحلل الاستراتيجي، أهلا بك. ومن الكويت كذلك ينضم إلينا اللواء مشهور السعيدي رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ العقيد المتقاعد إبراهيم المرعي، أهلا بك أستاذ إبراهيم معنا. يعني عقيد هناك يعني اليوم أعلن عسيري عن تحول في، أو يبدو أن الضيف ليس جاهز معنا إبراهيم المرعي، تحول إلى الكويت ومعنا لواء مشهور السعيدي. حضرة اللواء أهلا بك. يعني وكذلك ينضم إلينا من القاهرة اللواء المتقاعد نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية. أبدأ مع ضيفي من الكويت، يعني العميد عسيري اليوم لواء مشهور أعلن عن تحول في عمليات قيادات التحالف، والآن توجهها إلى المبادرة بعد أن كان هناك رد فعل بسبب استهداف هذه الميليشيات للمدنيين وللحدود السعودية. قراءتكم الآن لهذه المرحلة التي أعلن عنها من قبل قيادة التحالف اليوم؟ نعم أستاذة، بما يتعلق بعملية عاصفة الحزم مسبقا هي مرت بعدة مراحل، ولا شك أن هذه المراحل يعني تم تطبيق المرحلة الأولى والمرحلة الثانية منها، ومن ثم تم تحقيق الأهداف على المستوى الاستراتيجي بالنسبة لعاصفة الحزم، وتم التحول إلى عملية إعادة الأمل التي أتت لتحقيق أهداف ملحقة لعملية عاصفة الحزم. ولعلي هنا أدعي أن عملية عاصفة الحزم بالنسبة للمخطط العسكري كان هناك مراحل كان من الممكن أن تنفذ، ولكن نظرا للتعقيدات السياسية والقرار السياسي على المستوى دول التحالف والإقليمي والدولي أدت بالتالي إلى عدم استكمال هذه المراحل، وهذا الذي أدى إلى يعني أن يقوم بالحوثيين من جهة والقوات المتحالفة معهم من جهة أخرى أن تطمع بالقيام بعدة أعمال تعرضية ضد المملكة العربية السعودية، حدود المملكة العربية السعودية. ولعل هنا نشرح عن ما حصل بنجران والمناطق المجاورة لها. نجران تعتبر يعني مدينة حظها وقعت ضمن حدود التماس مع قوات الحوثيين و قوات التحالف من جهة، وبالتالي قوات الحوثيين الآن يعني قوات التحالف استطاعت أن تحقق كل الأهداف على المستوى الاستراتيجية بالنسبة لعملية عاصفة الحزم، وأتى بعدها استكمالا لها المستوى العملياتي من متابعة قوات الحوثيين على الأرض. القوات الحوثيين الآن، الحوثيين بالنسبة لهم ما قاموا فيه في نجران يعتبر إذا قسمنا مستوى الأعمال القتالية على المستوى الاستراتيجي والمستوى العملياتي والمستوى التكتيكي، هذه الأعمال التي يقوم فيها الحوثيين في نجران هي تعتبر أعمال تكتيكية بسيطة أو أقل من التكتيكية، ولكن هذه قد تحصل بتوجيه على المستوى الاستراتيجي أو السوقي بالنسبة للموجهين للحوثيين. ولعلي أدعي أن هذه ثقافة تعتبر يعني ثقافة مستشرية للأسف، يعني قصف المدنيين وقتل المدنيين وعدم الانصياع للقرارات الأممية ممثلة بمجلس الأمن، هذه كلها تعتبر ثقافة للأسف أتتنا من أحزاب التشيع السياسي المسلحة بالمنطقة. والمراد من كل هذه الأعمال بالنسبة للحوثيين من جهة هو يعني يريدون أن يستمروا بعمل أعمال تعرضية وإن كانت على المستوى التكتيكي ولا ترقى على المستوى حتى العملياتي، ولكنهم يريدون أن يؤثروا على المخطط لدول التحالف وأن يقوموا بعمليات إزعاجية وعمليات توجيه تتم بالنسبة لهم يعني كإعلاميا على مستوى الاستراتيجي. طيب الآن نتوجه إلى لواء نصر من القاهرة. حضرة اللواء، باعتقادك متى ينفد صبر دولة ما عندما تستهدف حدودها بهذه الطريقة منذ بدء العمليات العسكرية؟ يعني هل تعتقد أن السعودية صبرت كثيرا حتى تتخذ هكذا خطوة؟ وظيفة أي جيش في أي دولة هو تأمين حدوده وتأمين مواطنيه وشعبه، هذه الوظيفة رقم واحد. عندما تسمو هذه الوظيفة فتصل إلى مرحلة ردع أي معتدين عن الاعتداء على حدوده أو على مواطنيه. النهاردة لما الحوثيون يصل بهم الحد
أن يقاتلوا أو يستهدفوا مواطنين مدنيين أبرياء في داخل الدولة السعودية، فإذا ليس هناك مفر إلا أن يتم ردهم ومواجهتهم عسكريا. أما مرحلة الردع فلا تصل إلا بضرب القيادات أينما وجدت، وهذا ما يتم عندما أعلنت القيادة السياسية أنها ستصعد ضربها للحوثيين في أماكن قيادتهم، وهذا هو الأساس لكي تردعهم عن مهاجمة أي أهداف داخل الأراضي السعودية. هذه العملية من جانب الحوثيين لها أكثر من هدف، ويجب أن يتم التعامل معه بكل حسم وبكل حزم. هم يريدون أن يشعروا المواطنين السعوديين بالقلق بالخوف كما هم يشعرون على أرضهم، يريدون أن يحرجوا القيادة السياسية السعودية والقوات المسلحة السعودية أنها لا تستطيع أن تحمي مواطنيها داخل أراضيهم، يريدون أن يرسلوا رسالة إلى من يمدهم من خارج الحدود من إيران أو خلافه أنهم ما زالوا قادرين وأنهم يستطيعوا أن يصمدوا أكثر، لتوحي إليهم كي يصلهم إمداد آخر. أيضا يريدوا أن يعلوا بسقف مطالبهم إذا ما تم جلوسهم في مرحلة ما على مائدة المفاوضات. كل هذا يجب ألا يجنوا ثماره من ضحايا المملكة العربية السعودية، يجب أن ألا يحصلوا على مكاسب. هناك عاصفة الحزم حققت أهدافها، إعادة الأمل يجب ألا تترك الأهداف التي تحققت من عاصفة الحزم تضيع من بين أيديها وهي تحقق إعادة الأمل. فبالتالي لابد من المراقبة الصارمة لأي قوات حوثية، لأي أعمال استعادة كفاءة أو تعديل أوضاع عسكرية على الأرض. هذا ما يجب أن تفعله القيادة السعودية والقوات السعودية في مواجهة ما الحوثيين لردعهم أساسا وجعلهم لا يفكرون في المرة بالمرة في الاعتداء مرة أخرى على مواطنين سعوديين داخل أوطانهم. طيب لواء مشهور الآن، قلت إن عاصفة الحزم تمكنت خلال عملياتها ضد ميليشيات الحوثي ومواقعها العسكرية من تدمير يعني أهدافهم الاستراتيجية، وكانت قيادة التحالف أعلنت بالفعل عن تدمير 95% من قدرات هذه الميليشيات العسكرية. اليوم عسيري العميد الركن أحمد عسيري أعلن أن هذه العمليات ستكون بطابع مختلف سواء في شدتها أو في أهدافها، ما تصوركم لهذا الطابع الجديد وهذا التحول في العمليات؟ نعم أستاذة، أولا بما يتعلق بتصريح عسيري، يعني بما يتعلق بالاعتداءات التي حصلت من الحوثيين على نجران من جهة، هو ما في شك أن ما يقوم فيه الحوثيين من جهة هي أعمال عسكرية محدودة مثل ما أسلفت لا تتعدى المستوى التكتيكي. ولكن إذا أردنا أن نؤمن هذه المنطقة ونؤمن نجران، نجران مثل ما أسلفت الذكر، نجران تعتبر ضمن نطاق حدود التماس مع العدو الحوثي، وبالتالي قدر نجران أنها تقع في هذه المنطقة وكقيادة عسكرية ليتم تأمين المنطقة وحدود التماس بشكل عام، لابد أن يتم تأمين منطقة آمنة بما لا يقل عن 10 أميال أو 13-14 كيلو تقريبا. وبالتالي منطقة مدينة كاملة مثل نجران من الصعب نقل المدنيين خارج إطار هذه المدينة، وبالتالي تستطيع قوات التحالف أو تمتلك قوات التحالف الكثير لتؤديه لحفظ أمن واستقرار مدينة نجران بشكل كامل. من الممكن أن يتم يعني عمل بري محدود سواء كان مستوى القوات البرية أو حتى على مستوى طيران القوات البرية، ولعل هنا أوضح أن طيران القوات البرية هو طيران يعتبر من ضمن القوات البرية وليس الجوية، وبالتالي هو يستطيع أن يقوم بأعمال محدودة أو أعمال واسعة ضمن الحدود اليمنية، وبالتالي يستطيع تأمين وإسكات كل النيران التي تأتي من جهة الحوثيين. وإضافة على موضوع عاصفة الحزم، موضوع عاصفة الحزم تم استعمال من خلالها الطيران الاستراتيجي ليتم تدمير
أهداف استراتيجية. أما طيران الأباتشي أو طيران القوات البرية يستطيع أن يقوم بأعمال لتدمير التجمعات البشرية، تدمير الدروع، تدمير ناقلات الجند، تدمير أهداف معينة يعني صعب على الطيران الاستراتيجي أن يقصفها. وبالتالي هي عبارة، طيران القوات البرية هي عبارة عن مدرعة، إذا صح التعبير، طائرة بالجو بها قوة نيران هائلة. إذا ما وزناها مع القوات الأرضية من استطاعت 10 طائرات أباتشي أن تدمر أكثر من فرقة قتال للعدو، وبالتالي تستطيع أن تدمر 150 ما بين دبابة ومدرعة وناقلة جند ومن غير أي إصابات أو تأثير لها. الطيران الأباتشي يمتلك مميزات وتقنيات عالية جدا، وبالتالي المملكة العربية السعودية ودول التحالف عندهم يعني الإمكانيات الكبيرة التي تستطيع أن تؤمن كل خطوط التماس مع الحوثيين. أضف إلى ذلك من الممكن التركيز على يعني الحاضنة بالنسبة للحوثيين، صعدة ومران والمناطق المجاورة لها، وأنا أقصد الحاضنة لا أقصد الحاضنة المدنية بل أقصد الحاضنة العسكرية التي تتعلق بإمداد هؤلاء، تتعلق بمراكزهم، مراكز التدريب، مراكز القيادة، أماكن تواجدهم، نقاط التفتيش ونقاط التجمعات. وبالتالي هذه الطائرات الأباتشي تستطيع اقتناص حتى الأفراد على مستوى الأفراد، وأيضا بها قوة نيران كبيرة، يعني هي تتمتع أكثر من حوالي 70 صاروخ بالطيارة الواحدة، بها أكثر من 1200 طلقة 30 ملي. والمملكة العربية السعودية ودول التحالف قادرة أن تقوم بأعمال غير محدودة لحماية خطوط التماس مع العدو. طيب نتوجه الآن إلى نجران والعقيد إبراهيم المرعي، أهلا بك معنا في قناة الحدث. يعني هل توافق الآن رأي اللواء مشهور لأن المملكة العربية السعودية لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لحماية الحدود ولحماية مواقعها، وهل تؤيده في إمكانية تدخل بري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا سيدتي أحييك وأحيي مشاهدي قناة العربية الحدث. أهلا بك. من نجران، من هذه المدينة التي تسير بشكل هادي وطبيعي رغم ما حدث ورغم القصف العشوائي الذي قام به الفئة المتمردة والباغية في اليمن، فنحن نقول نعم المملكة العربية السعودية وأشقائها في دول الخليج ودول التحالف قادرون على التصدي على أي محاولات تستهدف النيل من استقرار وأمن الوطن. لن ترضى قيادة التحالف ولن يرضى خادم الحرمين الشريفين بأن تمس نجران أو تمس جازان أو يعتدى على شبر واحد من أراضي المملكة العربية السعودية. ولذلك نحن نقول أن في هذه اللحظة ما حدث هو أمر طبيعي. التحالف في حرب منذ 26 مارس، وعندما تقصف نجران أو تقصف جازان أو يكون هناك طائرات أباتشي تسقط أو يكون هناك شهداء، فهذا أمر طبيعي ويجب ألا نجزع وألا نهول من هذه الأمور. هذه احتمالات واردة، والمخططين على مستوى قيادة التحالف يدركون ذلك. والآن المتحدث العسكري باسم قيادة التحالف العميد أحمد ذكر في المؤتمر الصحفي في الساعة 8 مساء بأن المعادلة اختلفت وأن هناك ضربات جوية ستستهدف صعدة ومران، وطولب المدنيين في هذه المناطق بأن يبتعدوا عن المناطق والميليشيات الحوثية. أهلنا في اليمن هناك شهداء، بالأمس هناك شهداء في اليمن، هناك شهداء في نجران. المعادلة اختلفت، سيكون هناك رد حازم وتتحول العملية من عاصفة الحزم إلى إعادة الألم، إلى إعادة الأمل، إلى عاصفة الألم. سيذوق الحوثيون ما أذاقوا أهلنا في نجران وما أذاقوا أهلنا في عدن. نعم، لأن عميد ركن أحمد عسيري أعلن أن هذه العمليات والتحول الذي جرى فيها سوف يتجاوز استهداف ميليشيات الحوثي عند الحدود واستهداف كاتيوشا والرجمات التي يطلقون بها هذه القاذفات على المدن السعودية، ولكنه سيشمل كذلك المدن التي تأوي هؤلاء الميليشيات وقاداتهم مثل مران وصعدة. إلى أي مدى استهداف هذه المدن واستهداف هذه المعاقل لميليشيات الحوثي كفيل بتأمين خطوط التماس عند الحدود السعودية؟ يا سيدتي الكريمة، منذ ليلة البارحة شرعت قيادة التحالف بإعداد بنك أهداف، بنك أهداف يشمل صعدة ومران.
ويشمل جميع المحافظات اليمنية. ستضرب خطوط الإمداد التابعة للحوثيون، ستضرب خطوط الإمداد سواء في عقبة القندع أو عقبة ثرة، وسيكون هناك ضربات قاسية على تجمعات الحوثي في عدن وفي مأرب وفي شبوة وفي الضارع وفي تعز. لن يكون هناك استثناء لأي تجمعات حوثية في 21 محافظة يمنية. ستدك صعدة وسيذوق الحوثيون ما أذاقوا أهلنا في عدن. قصف النازحون الموجودون بمجزرة بشرية لا تخدم أي هدف عسكري. قتل في عدن أكثر من 80 شخص وهم يركبون القوارب ليبتعدوا عن المعارك. ولذلك نحن نقول كما قال العميد أحمد، المعادلة اختلفت، والمهمة الآن تحولت إلى الدفاع عن أرض الوطن وحماية المدنيين. الهدف الأول في خطة إعادة الأمل هو حماية المدنيين، والهدف الثاني منع الميليشيات الحوثية من التحركات العملياتية. ونحن نقول أننا مقبلون على عمليات وعلى تصعيد في الضربات الجوية سيكون مؤلما، وأعتقد أنه ليس هناك مجال أمام المخلوع صالح وأمام الحركة الحوثية المتمردة المدعومة من إيران سوى الإذعان لقرار مجلس الأمن 22/16 وتطبيقه بفقراته السبت. طيب الآن حضرة العقيد تقول أنه سيتم دك مواقع ميليشيات الحوثي بالضربات الجوية، هل تعتقد أن شكل هذه العمليات سيقتصر فقط على ضربات الجوية لقيادة التحالف أم سيتطور إلى عمليات أخرى؟ أنا أعتقد أنه سيكون هناك تحركات برية محدودة، عمليات برية محدودة. على سبيل المثال، من الواجب الآن، وأعتقد أن قيادة التحالف تدرك ذلك، يجب أن يكون هناك مسافة أمان ما بين الحدود للمملكة العربية السعودية داخل العمق اليمني بما يتناسب مع المسافة المؤثرة لقذائف الكاتيوشا والهاون، ولذلك هذه عملية محتملة. أيضا هناك عملية محتملة في عدن، لا يمكن أن يبقى المدنيين في عدن مهددين، يجب أن يكون هناك تطهير وتحرير لمدينة عدن لتكون انطلاقة لعمليات الإغاثة الإنسانية في عدن. ما شكل هذه العملية يا سيدتي؟ بإمكان قيادة التحالف تطهير مدينة عدن بقوات خاصة، وتكون العملية في فترة زمنية محدودة، لأن الموجودون من المتمردين الحوثيون في عدن هم قناصة، ولذلك المقاومة الشعبية هم من الطلاب ومن المدنيين الذين ليس لديهم خبرة في مواجهة القناصة، ولذلك قيادة التحالف مطالبة. نعم، هو عبارة عن رأس جسر. هذه القوة التي اليمنية المدربة لا تكفي لدحر الحوثيين في عدن، ولذلك يجب أن يكون هناك عملية على مدار هذه القوة عقيد قريبا في عدن. أعتقد أنه يجب تعزيز هذه القوات حتى تتمكن قيادة المنطقة الرابعة بقيادة اللواء سيف الضالعي الذي عين مؤخرا من قبل الرئيس هادي، حتى يتم استقرار هذه المنطقة، وأن يكون الضباط والجنود التابعين للجيش والموالين للشرعية يعودون في عدن، ويتم تنظيم صفوفهم ودعمهم بالسلاح النوعي. نعم. عندما تتمكن قيادة المنطقة الرابعة من الدفاع عن عدن تنسحب القوات الخاصة، ويبدأ العمل الإنساني، ويبدأ الدعم العسكري من منطقة آمنة. طيب. يجب أن يكون هناك منطقة آمنة ينطلق منها العمل العسكري والإغاثي والإنساني في اليمن. طيب تركز على عدن حضرة العقيد، ماذا عن تعز والضالع التي تتعرض لقصف عشوائي واستهداف للمدنيين من قبل ميليشيات الحوثي بشكل يومي؟ وسؤال أخير تفضل. يا سيدتي، ليست فقط الضالع وشبوة، الضالع، شبوة، مأرب، تعز، جميعها محافظات يمنية تستهدف من قبل الحوثيون منذ 26 مارس، ولذلك عمليات الحوثية كانت تهدف إلى حاجتين: تركيع المقاومة الشعبية في اليمن، وتأليب الرأي العام العالمي ضد قوات التحالف. ولذلك عندما نبدأ من عدن
سيتم تحرير بالتالي تعز، وهناك مقاومة بقيادة الشيخ حمود سعيد المخلافي، وسيتم تحرير شبوة، وهناك قائد المنطقة الثالثة اللواء عبد الرب الشدادي يقود العمليات. وأعتقد أن عندما يتم تهيئة عدن سيكون هناك سهولة حتى في مسألة الإمداد العسكري لكافة اللجان الشعبية في كافة المحافظات المحاصرة. نشكرك جزيل الشكر، حدثنا من نجران العقيد المتقاعد إبراهيم المرعي المحلل الاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. أتوجه الآن إلى ضيفي من القاهرة اللواء نصر سالم. حضرة اللواء، يعني كان تحدث قبل قليل اللواء مشهور من الكويت عن عمليات برية محدودة، وهو اليوم وهو الآن العقيد إبراهيم النجران تحدث كذلك عن عمليات برية محدودة. هل توافقهم الرأي بأن الطابع المختلف الذي تحدث عنه عسيري اليوم سيشمل عمليات برية محدودة في اليمن؟ بالنسبة لما تحدث عنه العميد العسيري فهو يتكلم أو من قيادة لديها كم من المعلومات لا يوجد أمامنا ونحن نتكلم الآن. أما بشكل عام رؤيتي لأي عملية برية يجب أن يتم التركيز على منطقة واحدة يتم لها تمهيد جوي نيراني كبير، ويتم فيها إسقاط أو إبرار قوات خاصة بهدف إيجاد أو تمهيد منطقة إمداد جوي للمقاومة اليمنية، تكون هي هذه هي قاعدة انطلاق للمقاومة، ويتم الإمداد بكافة الأسلحة والأفراد المدربين الذين يتواجد أعداد منهم على أرض المملكة العربية السعودية، ومنها تنطلق المقاومة بشكل أكبر. وأرى أن يتم التركيز وليس تشتيت الجهود، أيضا يتم التخطيط طبقا للمعلومات الموجودة وليس طبقا لاجتهادات بدون معلومات، وبذلك نحن جميعا نتكلم في مبادئ عامة وليس التخطيط بناء على معلومات، الذي يجب أن يكون بدقة وله أهداف مؤكدة، لأن أي أعمال في عمق العدو إن لم تكن هناك ضمان كامل لتحقيق النتائج فيجب ألا تبدأ. ومن طيب. هنا نقول إذا نوينا فعلا أن نوجه ضربات فلتكن مركزة وفي العمق وبقوات كثيفة لكي تقود كل أو تمهد لكل قوات المقاومة أن تنطلق، وليست عمليات متفرقة طيب. في أكثر من مكان، ثم إذا انتهينا من هذه ننتقل إلى منطقة أخرى. طيب حضرة اللواء تتحدث أنه لا بد من التركيز على منطقة واحدة، ما هي المنطقة التي ترى أنها الأولى بهذا التركيز ولأن تكون قاعدة لانطلاق هذه العمليات في اليمن؟ ولتكن عدن مثلا هي نقطة الانطلاق لما فيها من كثرة من أو تفوق على الأقل عددي بالنسبة لقوات المقاومة الشعبية للقوات المسلحة التي انضمت إلى الشرعية. أيضا ميناء عدن يمكن أن يستقبل قوات منقولة بحرا، هناك أفكار كثيرة لا نريد أن نطرح منها. طيب حضرة اللواء، لماذا لا يكون الأمر في معاقل الميليشيات الحوثي يعني من الأول، يعني مثل صعدة أو مران، لماذا لا يتم استهدافهم من الأول في معاقلهم؟ هذه توجه إليها ضربات إسكات، ضربات تخرجها أو تخرج آلتها من التأثير على الحدود. أما نحن نريد أن نرسي الشرعية ولا نريد أن نتطرق وراء أعمال مشتتة تشتت جهود القوات، نريد أن تعود الشرعية، نؤمن منطقة عدن مثلا ثم تنطلق منها يصل إليها أو ينتقل إليها القيادة اليمنية، الرئيس نفسه هذه يتواجد في هذه المنطقة ويتولى قيادة اليمن من عاصمة توجد على الأرض يعترف بها الجميع. أتوجه الآن إلى ضيفي من الكويت اللواء مشهور سعيدي. حضرة اللواء، هل تعتقد الآن أن الحوثيين فهموا عملية إعادة الأمل خطأ؟ نعم أختي الفاضلة، أنا لا أعتقد بتاتا أن جماعة الحوثيين ومن يدعمهم صالح وغيره يعني يتفهمون كل ما يحصل، بل لا يهمهم بتاتا، لأنه الحوثيين يقومون بأعمال مثل ما أسلفت بالذكر، يقومون بأعمال توجيه من قبل قوى إقليمية ممثلة بإيران وممثلة بأحزاب التشيع السياسي
التي توجه الحوثيين لخبراتهم السابقة التي لا تبالي بتاتا لا بقرارات مجلس الأمن ولا بالقرارات الإقليمية ولا بجامعة الدول العربية ولا بأي كان، هم يهتمون فقط بتحقيق أهدافهم والسيطرة على اليمن بشكل عام. وبالتالي هذه هي ثقافة أحزاب التشيع السياسي المسلحة ممثلة بإيران وحزب الله والنظام السوري للأسف، كلها ثقافة موجودة، قتل المدنيين، قتل الأطفال، قتل النساء، قصف البيوت، لا يوجد أي أهمية بالنسبة لهم للوضع الدولي والإقليمي، يهمهم فقط تحقيق أهدافهم بالنسبة لهم والسيطرة على اليمن وخلق نموذج لحزب الله باليمن، وبالتالي هم لا يهتمون لكل الوضع الحاصل. لكن أكرر أن كل ما حصل بالنسبة للحوثيين على الحدود، ولعلي أوضح عملية التدخل البري المحدود اللي تفضلت فيه، أنا أقصد عندما أتكلم بالتدخل البري المحدود الآن في أعمال تعرضية تكتيكية من قبل الحوثيين على خط التماس ومباشرة لنجران، وبالتالي قوات البرية السعودية وقوات التحالف لابد أن تقوم بأعمال تعرضية ممثلة بأعمال إقارة وكمان عمليات دوريات يقومون فيها بأعمال إقارة وكمان لتأمين على الأقل يعني مسافة لا تقل عن 10-12 كيلو داخل العمق اليمني، تأمين كل المرتفعات الجبال التي تطل على نجران، وبالإضافة إلى القيام بتقدم أو مشاركة فعالة من قبل طيران الأباتشي. هذا اللي أقصده، لأنه الآن لا يستطيع قوات التحالف أن ينصاعوا لرد فعل مباشر بالنسبة للحوثيين ويقومون بأعمال تخالف التخطيط المسبق لقوات التحالف. قوات التحالف هناك تخطيط مسبق، ولعلي أدعي أو أزعم أن هناك تخطيط، وهذا التخطيط يتم، وهذا التخطيط مرتبط بالقرار السياسي ومرتبط بمجلس الأمن الذي يطور يوما بعد يوم قرار مجلس الأمن 2216، بالإضافة للسعي لأن اليمن على الفصل السابع حاليا من ممكن الرقي إلى حتى استعمال القوة المسلحة بالمستقبل. طيب الآن اللواء نصر من القاهرة، يعني عملية إعادة الأمل أعطت فرصة للحوثيين والميليشيات الحوثي وصالح بوقف عملياتهم بالعودة إلى الحوار السياسي، لأنهم أصروا وتعنتوا باستهداف المدنيين والعزل. يعني على ماذا كانوا يعولون وما هدفهم من المضي قدما بعملياتهم العسكرية رغم تدمير يعني أغلبية قدراتهم العسكرية من قبل عاصفة الحسم؟ الحوثيون أهدافهم واضحة، أهداف سياسية وأهداف على الأرض، ولما لا نقول أن ما يقوم به الحوثيون على أرض السعودية أو على الحدود السعودية بإيحاء من إيران هو رد لما تقوم به السعودية تجاه المعارضة المعتدلة السورية، ربما يكون هذا. أما أن يتم الرد بطريقة رد الفعل فهذا مرفوض في أي مبادئ حرب. يجب أن تمتلك قوات التحالف العربي المبادئة، ولن تمتلك المبادئة إلا بعملية كبيرة ضربة تغير مسار العمليات على الأرض، وليس كلما فعل الحوثيين شيء ردينا عليهم في أماكنهم. هذا هو ما يريدونه، يضربوا وإحنا نرد، يضربوا وإحنا نرد، يستنزفونا. نريد أن نغير الشكل تماما، نأخذ المبادئة نحافظ عليها، ستنتهي كل هذه الأعمال الصغيرة التي على الحدود. لا، هذه هي الأعمال. إذا كنا نريد أن ندير أعمال عسكرية على المستوى الاستراتيجي وليس أن ندير رد فعل في منطقة حدودية. طيب الآن لواء مشهور أحمد عسيري، العميد أحمد عسيري، خلال تصريحاته اليوم قال أن الأهداف، ليس فقط الأهداف ستتغير، حتى شدة العمليات ستتغير. ما السقف المتوقع لهذه الشدة ولهذه الحدة؟ نعم، مثل ما تفضلت لك، هو راح يعني لابد أن يتم يعني القصف الجوي، لابد أن يتغير الآن، لابد أن يتم يعني إشراك القوات البرية بأعمال تعرضية. أضف إلى ذلك طيران القوات البرية، مثل ما أسلفت لك الذكر، طيران القوات البرية الأباتشي لابد أن يعني يقوم بالاشتراك
اختيار أهداف معينة ويتم التعامل معها. أضف إلى ذلك يعني عاصمة الحزم تعتبر يعني قوات التحالف حرصت كل الحرص أن لا يتم إيذاء كل ما هو بين قوسين مدني، وبالتالي كانت حريصة جدا. هذا الحرص الزائد أدى بالتالي لطمع الحوثيين والمتحالفين معهم من جهة أن يقومون بيعني إخفاء آلياتهم، مدرعاتهم، ذخائرهم داخل المنازل والبيوت والمناطق السكنية، وبالتالي هنا العنصر الاستخباري يعني لابد أن يفعل ويتم متابعة هذه المخازن وهذه الأماكن التي تخبأ في ما بين المنازل، مع حرص طبعا على ألا يتأذى المدني. طيب حضرة اللواء نصر، الآن يعني العميد عسيري اليوم تحدث أن لا مجال لهذه العمليات متوقعة، هل تتوقعون مجالا معينا لها؟ أنا قدمت وشرحت ما فيه الكفاية. مبادئ الحرب هو ألا يكون أفعالي رد فعل العدوي، ما يتم أن يضرب أرد عليه في نفس المكان وبنفس الكيفية أو أكثر قليلا أو أكثر كثيرا، هذا لا يصلح. يجب أن تنتقل المعركة إلى أرضهم بشكل حاسم وفي اتجاهات غير متوقعة، هذا هو الذي سوف يؤمن الحدود بشكل نهائي. طب هذا بالنسبة لتأمين الحدود ورد الفعل حضرة اللواء، لكن اليوم أعلن أن العمليات ستستهدف يعني مواقع ميليشيات الحوثي ومنازلهم وقواعدهم العسكرية، خصوصا في صعدة وفي مران، يعني هل من سقف زمني متوقع لتحقيق هذه الأهداف اليوم؟ السقف الزمني غير مطلوب، ولكن السقف المطلوب هو تمام تحقيق الأهداف مهما استغرقت من وقت. طيب الآن إلى اللواء مشهور، إلى أي مدى بالفعل يمكن اعتماد الآن على الحاضنة الشعبية والحاضنة العسكرية في كل من صعدة ومران في هذه المواجهات ضد ميليشيات الحوثي؟ ولا شك أن الحاضنة الشعبية في صعدة ومران هم أغلبيتهم يعني مع الحوثيين من جهة ومع قوات صالح من جهة أخرى، وبالتالي هذه الحاضنة تعتبر داعمة للأسف للحوثيين، وهذا اللي يقودنا للمعلومات الاستخبارية السابقة أنه الحوثيين يقومون بتخبئة كل ما يتعلق بالمجهود العسكري داخل المنازل وداخل المدارس وداخل وللأسف الحاضنة الشعبية بصعدة تدعم الحوثيين يعني إلا قلة قليلة، وبالتالي هذه الحاضنة تعتبر داعمة لقوات الحوثيين. لكن بشكل عام اليمن بشكل عام الحاضنة الشعبية كلها ضد الحوثيين، وهذا ما يقودنا لتفضل ضيفك الكريم من مصر بما يتعلق بالمبادئة. قوات التحالف لا شك أنها حصلت على المبادئة ببداية عملية عاصمة الحزم، وبالتالي قامت بتحقيق أهداف استراتيجية كبيرة، ولكن لعلي يعني أدعي أن بالأسبوع الثالث من عاصمة الحزم كان هنالك مبدأ رئيسي من مبادئ الحرب وهو إدامة الزخم، وكان من المفترض أو من الشيء الموضوع يعني بعين الاعتبار بالنسبة للمخطط العسكري أن يأتي تباعا لمراحل عملية عاصمة الحزم أو مراحل القصف الجوي تقدم بري ودعم القوات الشعبية التي على الأرض. وهذه المبادئة أو عفوا مبدأ إدامة الزخم يعني نظرا للتعقيدات للأسف السياسية على مستوى القرار السياسي على مستوى الدولي بالذات وقرار مجلس الأمن أدى بالتالي أن المخطط العسكري لم يقم بتنفيذ كل المراحل التي تدور بذهن المخطط العسكري. وهذا رأيي الشخصي يعني ليست معلومة، ولكن هذا رأيي الشخصي أنه بالأسبوع الثالث هناك مبدأ رئيسي من مبادئ الحرب وهو إدامة الزخم. إدامة الزخم كان كل الوضع الإقليمي والوضع المحلي، والوضع المحلي أقصد باليمن بالذات كانت الحاضنة الشعبية كلها مع عملية عاصمة الحزم، وبالتالي لو كان هنالك تدخل بري في ذلك الوقت لكانت العملية انقلبت لصالح قوات التحالف بشكل كبير. يعني الآن ننظر أن هنالك يعني شبه سيطرة معينة أو على الأقل قوات الحوثيين وحليفهم صالح من جهة للأسف ما زالوا إلى الآن
مسيطرين على نفس المواقع التي عندما بدأت عملية عاصمة الحزم، سواء بعدن أو بتعز أو بلحج أو مأرب أو كل المناطق. وإن كان قوات المقاومة الشعبية وإن كانت ما زالت يعني وتم دعمها بالتسليح وتقوت إلى الآن يعني أفضل من السابق، ولكن إحنا نتكلم عن جيش يمني سابق للأسف موالي لعلي صالح، لم يوالي لدولته، خان شعبه، خان أمته، وبالتالي تحالف مع هذا العميل للأسف العميل الحوثي بالمنطقة، وهذا أدى بالتالي إلى يقين عند أنا أدعي أن هناك يقين عند المخطط العسكري أنه لابد أن يعني يكمل هذه العمليات بعملية تدخل بري، سواء كان عبر البعد الأول أو البعد الثاني أو حتى البعد الثالث على الأقل، وهو الإنزال البري المحدود عبر الطيران أو الإنزال الإبرار البحري. طيب الآن سؤال أخير إلى لواء نصر من القاهرة، يعني كما يقول لواء مشهور ميليشيات الحوثي تقوم وقامت بتخبئة أسلحتها يعني في معاقلها في كل من صعدة ومران حيث تلقى حاضنة شعبية هناك، وكانت بالفعل يعني تدفع بهذه التعزيزات إلى تعز وعدن والضالي عبر صنعاء. السؤال الآن، ما حجم القدرة الترسانة العسكرية المتوقعة أن أخبأت هذه الميليشيات في معاقلها هناك حضرة اللواء؟ طبيعة الأرض اليمنية أرض جبلية، يسهل إخفاء أي معدات فيها، يسهل تقليل الخسائر من اتجاه أي ضربات جوية، هذا معلوم تماما، ولن تتأثر إلا بأعمال مباشرة بنوعيات معينة من الأسلحة أو هجوم من الأرض. ما أقوله هو طالما هذه القوات موجودة بأي شكل هتستمر في عملية الاستنزاف. أريد أن أنقل ميدان المعركة إلى منطقة تضطر هذه القوات أن تتجه إليها، وليس القتال في هذا الاتجاه وفي هذا المكان. إذا نقلت مكان المعركة حصلت على المبادئة، ستكون ردوده هو ما هي إلا ردود أفعال تمتلك قوات التحالف المبادئة وتقلب العملية من أساسها. وكما قدمت أن ينتقل الرئيس هادي إلى عدن نفسها ومعه قواته، ستلتف المقاومة الشعبية حوله وسيكون أكثر إصرارا على تحقيق أهدافهم واستعادة الشرعية باستمرار دعمهم من قوات التحالف. طيب لا نتوجه إلى اللواء المتقاعد مشهور من الكويت. يعني حضرة اللواء، تقول قلت سابقا إن يعني كثير من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح فقدوها بسبب عاصفة الحزم، إلا أنهم لا يزالون يسيطرون على بعض المواقع بعد التحول في طابع هذه العمليات التي أعلن اليوم. هل تعتقد أن هذه العمليات ستفقدهم هذه المواقع التي يسيطرون عليها اليوم؟ نعم، أنا لم أقل أنهم فقدوا المواقع، أنا أقول أنهم ما زالوا مسيطرين على نفس المواقع ابتداء من عملية عاصفة الحزم وإلى الآن، بل أضيف إلى ذلك أنه تم تقدمهم في بعض المواقع المعينة لا سيما بما حصل بعدن قبل يومين. يعني هم محافظين، لكن اللي أفادت فيه عاصفة الحزم، لكن خسروا مواقع في الضالع حضرة اللواء وخسروا التحقية. مواقع في تعز، نعم، أمام تقدم المقاومة الشعبية هناك. نعم نعم نعم، هو ما في شك أن عملية عاصفة الحزم دمرت كل البنية التحتية لجميع البنية التحتية الأساسية لكل قوات علي صالح والحوثي من جهة، وبالتالي كل الأهداف الاستراتيجية التي كانت مخطط لها بالنسبة لعملية عاصفة الحزم تم تدميرها بالكامل. ولكن بالمقابل إلى الآن ما زال قوات الحوثيين وعلي صالح مسيطرة على نفس المواقع السابقة. نعم، وهذا لسبب القوات الشعبية وقوات الموالية لهادي أو الحاضنة الشعبية بشكل عام هم أناس مدنيين غير مدربين غير مجهزين للقتال، ويقاتلون هذه القوة العسكرية بأسلحة خفيفة. شكرا جزيلا لك، أعتذر منك، انتهى وقت هذه النشرة تماما من الكويت. أشكرك اللواء مشهور السعيدي رئيس المركز الإقليمي للدراسات، وأشكر كذلك ضيفي من القاهرة اللواء المتقاعد نصر سالم رئيس جهاز الاستفتاء. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.